وشوشه. والله انا كنت سايب شعري 3 سنين لحد ما خلاص بقى يعني قلت انام شويه، فروحت حلقه عشان اعرف انام، ما مش عارف انام. وكان شعري محجمني في دوار شويه، يعني كان شعري محجمني يا اما اطلع كيني يا اما اطلع مجرم، يعني بقى ما كنت واخد طبع كده. فكذا حد يعني قال لي لو حلقت وبتاع تبقى ممكن تلاقي اختيارات اكتر بتاع. فسمعت الكلام وما عنديش مشكله اسمع نصايح حد واعملها يعني، فعملت كده وقلت بقى يلا تعالى بقى نظبط. عملنا كذا دور فالحمد لله لقيت فعلا كلامه صح، وانا شفت شكلي بقى لي 3 سنين ما كنتش شفته يعني، فشكلي اتغير شويه، فكانت حاجه كويسه. احنا زي الناس، احنا مش عشان فنانين فالناس فاكره احنا بناخد بقى الملايين وانتوا عايشين في الجحيم واحنا عايشين. القصص دي الناس مصدقه لحد النهارده بجد غلط. احنا كلنا بنتعب، ما كلنا مش عارفين نشرب شاي، مش عارفين نجيب السوق، الحاجات دي كلها كلنا مرتبطين بيها. بس هي الفكره لازم هنتعب دلوقتي لان احنا في وقت خطر جدا، في وقت فعلا مصر بتتحارب من كل حته في الدنيا، فاحنا لازم كلنا نقف مع بعض، كلنا لازم نستحمل شويه البهدله دي شويه. كل اللي عنده حلم في حياته او هدف يعمله، يركز فيه ويحققه، لان احنا كلنا حلمنا من 2005، عمرنا ما كنا متخيلين ان احنا في 2016 اهو الحمد لله الناس كلها عارفانا وبتحبنا. عمرنا ما كنا متخيلين، احنا اقل واحد فينا كان متفائل ان احنا ان شاء الله يمكن نطلع في التلفزيون السنه الجايه، يعني ده كان اكتر واحد فينا متفائل. ان اتبسطنا بكل لحظه في حياتنا، اتبسطنا واحنا مش معانا فلوس، اتبسطنا واحنا بنقعد 3 4 شهور عشان نعمل مسرحيه، يعني كل الحاجات دي كلها. اتبسطنا ساعه الجامعه، اتبسطنا واحنا بنعمل بروفات في الشارع، اتبسطنا واحنا بنعمل بروفات فوق السطح في عماير، يعني حاجات كتير اتبهدلنا فيها. الناس اللي عندها حلم او هدف ما ترجعش عنه وتصمم عليه، وربنا موجود، ربنا هيكرمك في الحته ديت. حب الخير لكل الناس، مش كلام حكم بس بجد، حب الخير لكل الناس، ربنا هيديك نصيبك منه. وشوشه، الموقع الفني الاول في مصر. رئيس مجلس الاداره محمود اسماعيل، الاشراف العام احمد الهواتي. www.washwasha.org